وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إخواني وأخواتي، أيضا سبب من أسباب النجاة، وفي قصة الهدهد مع سليمان ما يفيد هذا المعنى، لما قال الله جل وعلا: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، سلطان الحجة أو العلم أو البرهان. فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فكان سبب العلم نجاة الهدهد من عقوبة سليمان عليه السلام، وهذا أمر معروف، ولذلك العلم سبب من أسباب النجاة في سواء في أمور الدين أو في أمور الدنيا. فمن رزق علما فقد رزق رشدا، فقد رزق رشدا. ولا يخفاكم قصة الذي في الصحيحين الذي قتل 99 نفسا، فلما أراد التوبة ذهب إلى عابد من العباد، ذهب إلى عابد فسأله فاستعظم الأمر. لماذا؟ لأنه ليس لديه علم شرعي، وإنما لديه عاطفة، والعواطف أحيانا عواصف، العواطف أحيانا عواصف. ولذلك لما استعظم هذا الفعل قال: لا يغفر الله لك، وكيف يقبل الله توبتك؟ فقتله فكمل به 100. فلما دل على عالم، العالم لديه علم، قال: من يحول بينك وبين التوبة؟ أنا لا أملك التوبة ولا أحد يملك التوبة، الذي يملك التوبة هو الله جل وعلا. فقال له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ودله وعلمه وأرشده وأمره بأن يترك هذه البيئة المريضة الملوثة بالإجرام إلى بيئة أخرى، فتاب الله عليه ومات وأدخله الله الجنة، والقصة معروفة. فانظر إلى كيف أن العالم نجاه الله سبحانه وتعالى، نجاه الله بهذا العلم الذي جعله الله سبحانه وتعالى سببا من أسباب هذا النور الذي يمشي به العالم. ولذلك العلم ينجي بإذن الله جل وعلا. كم من الشباب المتحمس الذي يعني يحمل عاطفة طيبة وخيرة لكنه ما يحمل علم، سقطوا في شبكات الغلو والتطرف والتكفير والإجرام. لماذا؟ ليس لديهم حصيلة علمية معرفية تكون سببا من أسباب نجاتهم، سببا من أسباب نجاتهم. وهذا إذا استقرأت التاريخ واستنطقت الواقع تجد هذا ظاهرا. ولذلك لا ينجو إلا طالب العلم من البدع ومن الغلو ومن التطرف ومن أشياء من هذا القبيل.